كابتن بصراحه، لاعب انت مميز وهداف راقي، وانت اقدم من يونس محمود. مؤخرا اتى من ثم اتى يونس محمود للمنتخب، من اتى يونس محمود للمنتخب وانت بالمنتخب وانت اقدم منه بالتجربه وبالعمر، اصبح هو كابتن وعماد محمد موجود، زعجك هذا الامر؟ طبعا بالبدايه صارت في مشاكل بهذا الخصوص، والكل يعرف انه احنا بالعراق دائما ما يكون اشاره الكابتن للاعب الاقدم او الاكبر سنا، وصارت يعني قرر المدرب بوقتها اكرم سلمان اعطاء الاشاره الى الكابتن يونس محمود، لان شافه محترف اكثر منك. لا مو محترف، بالعكس هو انا محترف وهو محترف، وبنفس الوقت شافه الافضل. هو ما اعتقد شافه الافضل، بس بس, بس اكو امور ممكن كانت يعني ما بين الاتحاد وما بيني، يعني الاتحاد بوقتها اكو كانت تحدث مشاكل، يعني مثلا على سبيل المثال انا كنت ارفض كل الاجراءات اللي يعني مو بصالح المنتخب العراقي، ويونس ما يرفض هاي الاجراءات اللي مو بصالح المنتخب، ويونس علاقته قويه بهم اعطوه الاشاره، يعني كانت اكو علاقه قويه ما بين بذيك الفتره ما بين كابتن يونس وكابتن حسين سعيد اللي هو كان رئيس الاتحاد، يعني اخذها علاقات، يعني مو علاقات، ويونس لاعب مميز، لكن هي اشاره الكابتن راحت مو استحقاق بذاك الوقت، وكانت استحقاقك. اي كانت استحقاقي اكيد، لان انا حتى يعني بعد اشاره الكابتن ايضا ظلمت في كثير من المسابقات والبطولات. زين، وصارت حزازيه بينك وبين يونس محمود؟ نهائيا بيني وبين يونس ما صارت اي حزازيه. شلت بقلبك انت الاقدم وهو جه صار الكابتن؟ لا اكيد طبيعي جدا انه انت هذا استحقاقك ويروح منك، اكيد يبقى فد شيء بداخلك اتجاه اللي الناس اللي اخذوا منك اشاره الكابتن، لكن مو على يونس. زين، انت هداف وهو هداف، من الاقوى انت لو يونس؟ من الاقوى؟ من الاقوى؟ اي هذا سؤال يعني يقيمون الناس الجمهور. لا انت قيم نفسك بنفسك، انت الاقوى من يونس محمود مباشرة؟ اسم واحد انطيني. واحد انطيك؟ اي انت لو يونس. ما اقدر انطيك اسم. انت لو يونس بالنسبة لك؟ اثنيناتنا هدافين، صعب انه اقول لك اني او اقول لك او اقول يونس. يتفوق عليك هو؟ خلاص يتفوق، يستحق. لا انت مقتنع بيها بينك وبين نفسك يستحق؟ انت تريد واحد؟ أيد واحد. اي يونس محمود.